طيب الرئيس أردوغان أعلن حالة الطوارئ في المدن التي شهدت هذه الكارثة لمدة 3 أشهر، بماذا تعلق على هذا القرار؟ طبعا التوقعات هي انه كلفه اصلاح الخسائر سوف تتجاوز 100 مليار دولار، وهو مبلغ هائل اضافه الى الوقت. وهذا الذي تراه انت مبنى انهار بثلاث ثواني، يعني لا يمكن ان تتخيل حجم الجهد والكلفه والوقت الذي يكلفه ازاله الانقاض. يجب ان تدفع مبالغ كبيرة جدا لتزيل الأنقاض، هو تستهلك وقت لترفع الأنقاض ثم لتبني بناء جديدا. أيضا في المشكلة الخطيرة الأخرى المرعبة، وهي عدم الثقة بالمباني. في كتير ناس الآن جالسين في الشارع أمام بيوتهم في العمارات يخافون أن يدخلوا عليها لأنهم لا يعرفوا هل سوف تتحملهم أم لا؟ فهناك حاجة لدراسة كل المباني في هذه المنطقة الشاسعة الواسعة الكبيرة اللي فيها ملايين وملايين البشر. يجب أن يتم فحص كل مبنى للتأكد من أنه هل هو صالح للاستمرار في استقبال البشر أم أنه غير صالح كليا أو غير صالح جزئيا، يحتاج لبعض التصليحات. وهذه كلها أمور تحتاج إلى وقت وكلها عاجلة، يعني الناس في الشارع، هذا عمل عاجل جدا ولكنه سوف يأخذ وقتا طويلا وطويلا جدا حتى تعود تلك المنطقة كما كانت قبل يومين، في حاجة لعدة سنوات. سبحان الله.